السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي المغاربة نتواجدوا في مدينة صقرو. صقرو معروفة بالجمالية ديالها وبالناس ديالها الكرماء، الحمد لله ديال صقرو الكرماء الحمد لله واحترام. وجينا واحد المنطقة اللي جاتك في خير، جينا لعند حدا واحد ضايع هذا ما كتشوفو، جيو العائلة الحمد لله بردو هذا العزيز تبردوا الحمد لله. عطونا شي كلمة خويا، عطونا شي كلمة. الناس يبغيو البرودة والجو هادي، الجو عاودنا على الطاليان، الطاليان الجالية المغربية، فرنسية، الطاليان فيها الوداد بحال هكا وكاسكان. فريشي عامرة، شي كلمة للناس باش تسنى فريشي عامرة تاهي الله ديالها ديال شمال المغرب، إيطاليا، شمال المغرب وشمال إيطاليا. هضر معاهم بالإيطالية، قول لهم مرحبا بكم في صقرو. بين بينوتو على تيتادي صقرو، كون ماستر إيطالياني عندو دعمونا دير عندو لاشين في سيتياما، ماستر إيطالياني فوتوكوم، اللي عندو شي جيم ولا شي لايكات وبقى يشوف الفيديو راه كيدير متنوع في الكومنتار ديالو، وتابع راسو. جينا لعند اللي بغا يجي يدير معاه جيم ويشوف الفيديوهات ديالو ويساعد خويا في الناس الطالياني. مرحبا بك. مرحبا والله الى عبد الله كل فرح وديما الجديد الحمد لله في لي بلوك ديالي. والاخ ديالنا محمد الله يلاه فك سبت معاه. جينا لعند الاخ سي محمد مسكين مكبر بينا مدينة صقرو، وجابنا لهاد المنطقة الزوينة وكاين عائلة هنايا والوليدات ديالهم. تحية كبيرة من هاد المنبر للناس ديال صقرو. وجينا في وسط هاد المنطقة هادي اللي هي سياحية بالنسبة للجالية المغربية. مرحبا بكم في بلادكم، 4 سنين ما دخلتوا للبلاد ديالكم، ومرحبا بكم في الوطن ديالكم. والشعار ديالنا هو الله الوطن الملك. قلنا خويا العزيز شنو تيعجبك انت في صقرو؟ الميلودي تنتين التحية المغني خصها الجوجة ديالك مسكينة، أنا حسيت فيها البراءة خصها تخرج بحالتها كيخرج الإبن ديالك. وهي الصراحة دوما باش حتى شي لقطة لي باش الأمر كانت تتعاود تقول لهم صافي. ولكن هذا الفيديو هذا غادي نديرو إن شاء الله خصيصا على خويا الميلودي. كل شي كلمة تقول ديالك Io sono di Milano.
Milano e Bergamo, presidente a Bergamo di Ciani. Più di Bergamo? Bergamo. Ma quanti sei a Bergamo? Siamo gli NSD a Bergamo, Milano. Però, le nasce a Cercia di Dio, perché c'è Messi in Italia. No. Perché c'è? Allora, ho fatto il Bergamo, ho fatto il Caramo, ومن غير يشوفوا خويا ناصر غيدعموا طبيعي الحال حنا عندنا يقيننا في الله وفي المغاربه في داخل الوطن وخارج الوطن ومن هذا المنبر دعمونا في هذه القناه خليكم معايا الله يرحم الوالدين الله يعطيك الصحه هانتم هالك في هاد بلادنا الحمد لله خير بلادنا البلاد ديالنا فيها الخير والرزق والخميرة خوتي هاد الفيديو تنبغيه يضرب في المليون شهد الله ورضاة الوالدين على هاد الطابعة وهاد المويه اللي كاين ها هي هادي هذا الخير بلادنا الخير معروف تطعم أرض الله أرض الله كبيرة واسعة الحمد لله أشوف كان في هاد الفيديو الخوت اللي في بولونيا راهم عارفين في تيك توك كان نديرو تحية كبيرة لواحد فوزية وفيصل واخا معادي معايا واحد الدراري اللي معانا في التيك توك سميتهم أيوب وسميتو يونس اللي في قاقر وكان في هاد الفيديو الناس اللي متابعين في لابان ديال التيك توك خوتي وخوتي تحية كاملة للناس الجالية المغربية المقيمة في قاقر وفيصل شنو قلت يا خويا؟ ندير البوز على ظهرك انت واخا خويا نقسم معاك اخويا الارباح ما تتحشمش والله ما تتمرق بالله تتقولها بالطاي طاي تحيه كبيره لخويا العزيز شنو هو الكلمه اللي بغيتي تقول اخويا؟ غوت اخويا غوت الله يرحم الوالدين غوت فهاد الشله الكاسكات اياه جينا لعند الطالياني مسكين اللي عمرها سلعه الله يعمرها دار طالياني هضر معنا بالطالياني يا خويا الطالياني الله يخليك بوناسيرا بوناسيرا سي ابو ان كاسكاتي سبرو جو دي توتي راغاسي توتي الجاليه اللي مقيمه في الخارج سي ابو ان كاسكاتي سبرو ايه الحمد لله اكوا فريسكا الحمد لله اكوا دي تيرميني دي بيرغامو ايه اكوا دي تيرميني سي كياما سان بيليغرينو اكوا سان بيليغرينو هذيك الاكوا اللي كنت كتهضر عليها اخوتي وخواتاتي هذا السيد هذا خويا برافو عليه تيعرف الطاليانيه وخطير في هذا الشيء سيرو تبانوا لا بغيتوا سيرو ماشي مشكل يعني الناس اللي بغاو يتصوروا معنا ماشي مشكل اخوتي واخواتاتي انتم تتشوفوا الاجواء الجميله خويا الطالياني اللي يعطيك السرعه خلينا واحد دقيقه نسول هاد بنيته شنو عجبك اليوم في الكاسكات قولي تكلمي هضري ما تحشميش الناس يشاهدوك هنا الوليدات والبنيدات يشاهدوك شنو اللي عجبك انت من هنا من المغرب انت يا كتعيشي في بلا بلاصه في المغرب